استقبلت حديقة حيوان بني سويف ما يقرب من 12 ألف زائر على مدار يومين من عيد الأضحى المبارك بعد تجهيز الحديقة بكافة التجهيزات لاستقبال المواطنين للاحتفال بالعيد. وقالت هبة أحمد مدير حديقة حيوان بني سويف إنه تم توفير سبل الراحة للمواطنين للاستمتاع بالعيد وتم استبدال واستقدام الحيوانات الجديدة. طبعا الحديقة استعدت من قبل العيد بتوفير كل سبل الراحة وإسعاد المواطنين والسادة الزوار. استقبلنا من أول العيد حوالي 12 ألف زائر. الحديقة بتعمل على توفير كل السبل لإسعاد السادة الزوار والمواطنين لإسعادهم في العيد والأطفال الصغيرين. عملنا استبدال لحيوانات واستقدام حيوانات جديدة.